علم نفس قرآني جديد للدكتور مصطفى محمود. يقرأه عليكم نزار طه حاج أحمد. ماذا يقول فرويد وماذا يقول القرآن؟ وعلماء النفس في الغرب لا ينظرون إلى النفس إلا من خلال العيوب والأمراض والآفات والعلل، ولا يفتشون إلا في الانحرافات والتشوهات والعقد، ولا يقدمون لنا شيئا إيجابيا عن النفس السوية الصحيحة. والمنبع الوحيد للسلوك عندهم هو إشباع شهوة، والمرجع الرئيسي الذي يفسر به فرويد جميع التصرفات هو عقدة أوديب وعقدة ألكترا، وهي شهوة الطفل في أن يجامع أمه وشهوة البنت في أن تجامع أباها، وهي هلوسة سمعها من مرضاه الهستيريين فجعل منها تهمة عامة ألصقها بالكل. ومن هنا كان الإحساس بالذنب عند فرويد مرضا، والتوبة نكوصا، والندم تعقيدا، والصبر على المكاره برودا، وقمع الشهوات كبتا له عواقبه الوخيمة. بينما نرى الدين يقف على النقيض من هذه النظرة، فيعلمنا أن قمع الشهوات هو شاهد على سلامة النفس واقتدارها، وأن الإحساس بالذنب علامة صحة، وأن التوبة موقف إدراك، والندم موقف علم، تدل جميعها على فطرة سوية أدركت الله وعرفت أنه دائما مع الحق والعدل والخير. ولا يرى الدين أن النفس محض رغبة وفجور، بل يصفها بأنها قابلة للفجور وقابلة للتقوى، وأن الله ألهمها فجورها وتقواها معا، فهي تستطيع أن ترتقي في معراج نوراني نحو الله، أو أن تتهابط سفليا في درك الشهوات، وهي في ذلك مخيرة، وكل إنسان يتصرف على شاكلته. قل كل يعمل على شاكلته. الإسراء، الآية 84. ويتوسع فرويد توسعا معيبا في حكاية الجنس والطاقة الجنسية واللذة الجنسية، ويتصور أن الرضيع يمتص حلمة ثدي أمه بلذة جنسية، وهو كلام غير مفهوم، فالرضيع لم يباشر هذه اللذة بعد بحكم تخلف جميع أجهزته، وهو بالتالي غير قادر على تذوق هذه اللذة. كما يتصور أن الصبي يحبس البراز في شرجه بلذة جنسية، وهو سوف يستبدل هذه اللذة حينما يكبر بهوايات جمع الأشياء مثل جمع طوابع البريد. كما يتصور كل ما هو مستدير في الحلم رمزا لعضو المرأة التناسلي مثل الكهف والدائرة والعلبة والخاتم والحلق والزجاجة، وبالمثل كل ما هو مستطيل رمزا لقضيب الرجل مثل العصا والثعبان والقلم والمئذنة والبرج والسيف والمظلة، وكل حركة في الحلم هي رمز للعملية الجنسية كالجري والتسلق والسباحة وركوب الدراجة. ثم هو يدمج كل أنواع الحب حتى حب الوالدين وحب النفس في هذه الحلقة الجنسية المفرغة، فحب الأم بالنسبة للولد عقدة أوديب، وحب الأب بالنسبة للبنت عقدة ألكترا، وحب النفس نرجسية، وكأنما هي لعنة تمازج كل فعل، فلا براءة في أي شيء، ولا طهارة في أي خاطر، ولا نقاء في أي فكرة. وهو يخلق من تعلق الطفل بأمه عقدة أوديبية تهدف إلى كراهية الأب وقتله والتخلص منه في اللاشعور، يعوضها الطفل لاشعوريا بالتحبب إلى الأب ومحاولة تقليده، ويعوضها الكبار باختلاق أب سماوي يعبدونه تكفيرا عن رغبتهم الباطنية في قتل الأب الأرضي.
وهي مبالغات أقل ما يقال فيها أن صاحبها مريض بهوس جنسي. ولا يرى فرويد من الأحلام إلا هذا الجانب الجنسي الحسي الشهواني، فالأحلام كلها إشباع لرغبات مكبوتة، وهي تحرس النوم بهذا الإشباع المتجدد الذي يريح النفس من أشواقها الملحة فتسترسل في نومها. وفرويد وأصحابه لا يرون بذلك إلا نوعا واحدا من الأحلام وجانبا واحدا من النفس، هو الجانب المادي الحيواني. أما القرآن فيعلمنا أن هناك نوعين من الأحلام، نوعا يطلق عليه أضغاث الأحلام، وهو حديث النفس الأمارة بشهواتها ورغباتها، أو حديث الشياطين إلى تلك النفس أثناء النوم، وهو ما اشتغل فرويد بتفسيره. ثم نوع آخر من الأحلام هو الرؤى، الرؤى التي تأتي إلى النفس من الملأ الأعلى، وتكون حديثا من الله إلى نفس النائم، أو حديثا من الملائكة المكلفين إلى تلك النفس. ومثال ذلك الرؤى الصادقة التي تتحقق بحذافيرها ونصها، ولا مكان لهذه الرؤى عند فرويد، ونظريته تعجز تماما عن تفسيرها، مع أنها خبرة عادية عاشها كل منا وجرب طرفا منها. كما أن رؤية المستقبل قبل حدوثه هي مسألة تهدم الفكر المادي من أساسه، سواء الفرويدي منه أو الماركسي، لأنها إثبات صريح يؤكد سبق الفكر على المادة وسبق الغيب على الواقع، ويميز القرآن بين هذين النوعين من الأحلام ويفصل بينهما. يقول فرعون: يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي، يوسف الآية 43. قالوا: أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، يوسف الآية 44. فهناك إذن أضغاث ورؤى، ولكن فرويد لا يرى من الأحلام إلا تلك الأضغاث والهلوسة الشهوانية، ولهذا يرى أن السعادة والراحة في إشباع تلك الشهوات، بينما يرى الدين أن السعادة في مخالفتها وقمعها والقبض على زمامها والتسلق عليها عودا إلى الوطن الأول، إلى الله الذي منه جاءت كل النفوس وإليه تعود. والحزن الحق في الإسلام هو نتيجة فراق هذا الوطن الإلهي والانغماس في ظلمة الدنيا. أما الحزن عند فرويد فهو على العكس، نتيجة حب الدنيا والحرمان منها. وينظر علم النفس الحديث إلى النسيان باعتباره مرضا ينتج من عدم الاهتمام أو فرط الاهتمام، أو كون الموضوع المطلوب تذكره موضوعا مؤلما، أو بسبب تقادم العهد، أو بسبب كبت الخبرة المنسية في اللاشعور. والطبيب النفسي يحاول أن يصل إلى هذه الخبرة المنسية بالتحليل أو التنويم المغناطيسي، أو بملاحظة المريض في أثناء تداعي خواطره. ولكن الدين ينظر إلى الموضوع في إطار أوسع وأشمل، هو إطار العلاقة بالله. فمن كان قريبا من ربه ذاكرا له على الدوام، كانت قدرته دائما مكتملة وحاضرة وجاهزة، لا ينسى شيئا ولا يغيب عن باله شيء، لأنه في دائرة النور. أما البعد عن الله فيدخل صاحبه في دائرة الظلمة ويجعله من أهل الغفلة. نسوا الله فأنساهم أنفسهم، الحشر الآية 19. وهؤلاء هم الذين يتخبطون في متاهات النسيان والحيرة والضياع. والفرق بين نظرة علم النفس ونظرة الدين هو افتقاد علم النفس للشمول والنظرة الواسعة الكلية، وسجنه لنفسه داخل إطار الخبرة المادية والدنيا المادية واللذة المادية. وبهذا المنظار ينظر علم النفس إلى الوساوس والخاطر،
فيرى أنه نفث من اللاشعور، وأنه حديث النفس إلى النفس، ولا يتصور أن تلك النفس تحيا في محيط آخر خفي، وأنها يمكن أن تكون محلا لمخاطبة الملائكة ووسوسة الشياطين أو مكالمة الرب جل جلاله. وبهذا المنظار ينظر علم النفس إلى العذاب النفسي، فلا يكاد يخرجه من إطار الحرمان من اللذات المادية، ولا يتصور أن العذاب الدنيوي يمكن أن يكون ابتلاء وامتحانا من الخالق الذي خلق، كما يفعل الحداد بالحديد حينما يدخله النار ثم يلقي به في الماء البارد ليزداد صلابة، أو كما يسخر الصائغ معادنه ليفرز ما فيها من ذهب وما فيها من نحاس وما فيها من خبث وتراب. ويظل علم النفس سجينا لهذه المحدودية وهذه الرؤية المادية الحسية لكل شيء بشكل ينتهي به إلى الخطأ في جميع أحكامه، فهو مثل الأعمى الذي اكتفى بأن يمسك الفيل من ذيله ثم راح يصور لنفسه أن هذا الذيل هو الفيل. ولهذا ينظر علم النفس إلى العمل في نطاق الفعل والحافز دون أن يتعب نفسه في تحليل مدى صدق وإخلاص هذا الحافز، ودون أن يتخطى هدف الفعل ويسأل ماذا يريد به صاحبه، هل يريد تحصيل المال أو الشهرة أو المجد أو الجاه عند الناس، أو هو يعمل خالصا مخلصا لوجه الله. والفرق كبير وهائل بين العملين، وهو أيضا كبير وهائل بين النفسين. وفصل الأخلاق عن أهدافها هو في النهاية فصل لها عن منبعها الأصيل الذي هو الدين، فالدين وحده هو مصدر الأخلاق، والرحمة والعلم والرأفة والمودة والكرم هي من الله، فهو وحده الرحمن الرحيم الكريم الودود الرؤوف الحليم كما تقول لنا أسماؤه الحسنى، وهو الذي يتجلى بهذه الأخلاق على كل من يستحقها. ولهذا يختلف علم النفس والدين في علاج الأمراض النفسية، فلا يرى علم النفس إمكانا لتبديل النفس أو تغييرها جوهريا، لأن النفس تأخذ شكلها النهائي في السنوات الخمس الأولى من الطفولة، ولا يبقى للطبيب النفسي دور سوى إخراج المكبوت فيها إلى الوعي، أو فتح نوافذ للتنفيس والتعبير وتخفيف الغليان الداخلي. وبهدف الوصول إلى ذلك يلجأ الطبيب النفسي إلى العلاج بالتنويم المغناطيسي أو العلاج بالإيحاء أو بالتنفيس والتعبير والفن واللعب، أو العلاج بالاستغراق في عمل آلي، أو العلاج بالإشباع المباشر. وكل هذه الصور من العلاج أشبه بعلاج السرطان بالمراهم أو بالمسكنات، لأنها لا تحاول أن تغير من النفس شيئا، فكلها تقبل وجود الدمل النفسي على حاله ثم تقول للمريض أصرخ أو تأوه أو ارقص أو غني لتنفس عن آلامك، أو تضع يده على الدمل وتقول له هنا الدمل، وهذا كل جهدهم. أما الدين فيقول بإمكانية تبديل النفس وتغييرها جوهريا، ويقول بإمكانية إخراجها من ظلمة البهيمية إلى أنوار الحضرة الإلهية، ومن حضيض الشهوات إلى ذروة الكمالات الخلقية، وذلك بالرياضة والمجاهدة. ويكون ذلك على مراحل، أولها تخلية النفس من عاداتها المذمومة، وذلك بالاعتراف بالذنوب والعيوب وإخراج هذه العيوب إلى النور، كما قال موسى لربه بعد قتل المصري خطأ: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له. القصص الآية 16. وكما نادى يونس في الظلمات لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الأنبياء الآية 87. والمرحلة الثانية هي التوبة وقطع الصلة بالماضي والندم على ما فات، ومراقبة النفس فيما يستجد من أمور،
ومحاسبتها على الفعل والخاطر. والمرحلة الثالثة هي مجاهدة الميول النفسية المريضة بأضدادها، وذلك برياضة النفس الشحيحة على الإنفاق، وإكراه النفس الشهوانية على التعفف، ودفع النفس الأنانية إلى البذل والتضحية، وحث النفس المختالة المزهوة على التواضع والانكسار، واستنهاض النفس الكسولة إلى العمل، وبمعالجة الضد بالضد تصل النفس إلى الوسط العدل، وهو صراط الحكمة، وهو حظ الكاملين من البشر. ولا تنجح تلك الرياضة دون طلب المدد والعون من الله، ودون الصلاة والخشوع والخضوع والفناء في محبة الله ركوعا وسجودا في توحيد كامل. وتوحيد الله لا يكون إلا بطاعته الكاملة والاسترسال معه. لا تريد لنفسك إلا ما يريد لك ربك، ولا تطلب لنفسك إلا ما يطلبه هو لك. وهنا تحدث المعجزة، فيتبدل القلق سكينة، والفزع طمأنينة، والخسة الشهوانية عفة وطهارة، والنواقص النفسية كمالات. وذروة العلاج النفسي في الإسلام هي الذكر، ذكر الله بالقلب واللسان والجوارح والسلوك والعمل، واستشعار الحضرة الإلهية على الدوام وطوال الوقت في كل قول وفعل. وفي الذكر شفاء ووقاية وأمن وطمأنينة، لأن الذكر يعيد الصلة المقطوعة بين العبد والرب، ويربط النفس بمنبعها، ويرد الصنعة إلى صانعها، حيث هو الأعلم بعيوبها والأقدر على علاجها. ادعوني أستجب لكم، غافر، الآية 60. فاذكروني أذكركم، البقرة، الآية 52 بعد 100. فيعود النور ليغمر ظلام النفس، ويحل العمار مكان الخراب، وتتجلى الكمالات الصفاتية الإلهية على قلب العبد الخاشع. وبينما يرى فرويد الطيبة تخاذلا وسلبية، وينصح مريضه قائلا: كل وإلا فأنت مأكول، نرى نحن الطيبة قوة إيجابية، ونأمر بالصفح. فاعفوا واصفحوا، البقرة، الآية 109. فاصفح الصفح الجميل، الحجر، الآية 85. وأن تعفو أقرب للتقوى، البقرة، الآية 137. وبينما يختار فرويد من الأعمال ما يساعد على تفريغ وتنفيس الغليان النفسي، نشترط نحن العمل الصالح. وبينما يرى أن ماضي الطفولة حاكم على كل إنسان وموجه لأفعاله، لا نقول نحن بحاكم إلا الله، ونقول إننا بفضل الله يمكن أن نخرج من أي حكم ونتخلص من أي حكومة. وبينما يقول بفطرة عدوانية وبغريزة التحطيم والهدم وغريزة الموت وبالطاقة الشهوانية كدوافع رئيسية، نقول نحن إن الإنسان فطر حرا مختارا بين النوازع السالبة والموجبة، يختار ما يشاء منذ البداية. وسبب كل هذه المادية الفرويدية ومادية علم النفس بوجه عام هو تصوره للإنسان تصورا آليا حيوانيا حسيا فيزيولوجيا، وهو عين ما فعله كارل ماركس حينما تصور أن التاريخ عربة تحركها المصالح المادية والقوى المادية وحدها، وأن حركة التاريخ هي دائما ثمرة الصراع بين طمع الأغنياء وحقد الفقراء، إلى آخر ما حكيناه في الكلام عن الصراع الطبقي. وهذا التصور المحدود والأفق الضيق المسدود هو الذي أدى بالاثنين إلى اعتساف الفروض والتخريجات، وهو الذي أدى بالاثنين إلى تلفيق ما قالاه عن النفس وعن التاريخ.
وهو الذي انتهى بالاثنين إلى اعتساف الأدلة وتزييف البراهين. وقد ظهر فشل الطب النفسي الحديث من التتبع الإحصائي للحالات التي تم علاجها نفسيا، فقد اتضح أن معدل شفاء المرضى المصابين ثابت سواء عولجوا على طريقة فرويد أو عولجوا بطريقة أدلر أو لم يعالجوا على الإطلاق. فمن يشفى منهم حاله كحال مريض الإنفلونزا، مصيره إلى الشفاء سواء بالعلاج أو بدون العلاج. وأخيرا رأينا الطب النفسي ينتكس ويرتد إلى العلاج المادي بالمسكنات والمهدئات والمخدرات والمنومات، وهو اعتراف بالعجز والفشل وهروب من المشكلة كلها بالنوم عنها. وكيف لا تنتهي الفرويدية إلى الفشل وهي القائلة باستحالة تغيير النفس وتبديلها، وبأن النفس تتشكل في سنوات الطفولة الأولى ثم تصبح قدرا لصاحبها لا خلاص منها. وماذا أبقت لنا هذه النظرة سوى العلاج بالمسكنات والمراهم الخارجية؟ لقد انتهى علم النفس الفرويدي إلى الفشل لأن منطلقاته معظمها خاطئ، وكان أكبر أخطاء هذا العلم أنه ليس علما كما أن الماركسية لم تكن قط علما، وإنما هي مجموعة أفكار ظنية وأحقاد باطنية، كما أن علم النفس الحديث هو الآخر مجموعة أفكار ظنية وافتراضات خيالية. وهذا بعض ما أورثتنا الحضارة المادية من ظنون وأوهام، ومن تلك الظنون والأوهام ذلك الذي يسمونه علم النفس التجريبي، الذي يجري تجاربه على الإنسان كما يجريها على الفئران والأرانب والكلاب، ويتصور النفس الإنسانية مجموعة ردود أفعال فيزيولوجية مادية ولا أكثر، وهو تصور خاطئ. فالنفس الإنسانية ذات قبل كل شيء، ولا يمكن إحالتها إلى موضوع مجرد، وهي كالحياة إذا أعملت فيها مبضع التشريح ماتت في يدك. والنفس دائما تستخفي على النظرة التحليلية وتتنكر بما تطرح في الظاهر من ردود أفعال سلوكية، وهي لا تعطي سرها أبدا حتى لصاحبها إذا بدأ يتدبرها كموضوع، لأنها ليست موضوعا بل هي في جوهرها ذات بكر إذا فضضت بكارتها وهتكت أستارها وحاولت أن تقتحمها بالنظرة الموضوعية استعصت عليك وتفلتت منك بمجموعة من البدائل السلوكية الخادعة وتحولت إلى شيء آخر ولم تعد هي. ويظل دائما الفارق بين ما ترى منها في الظاهر وما خفي عليك من حقيقتها، كالفارق الهائل بين الجسد الظاهر والروح التي تسكنه، وأنت لن تصل أبدا إلى كنه الروح بتشريح الجسد، وإنما أنت على أحسن الفروض سوف تفهم الجسد أكثر فأكثر، ولكنك تظل دائما بعيدا كل البعد عن إدراك سر الروح ولغزها. وخطأ أصحابنا الماديين أنهم يتعاملون مع النفس الإنسانية على أنها مادة هي الأخرى وجسد يمكن اقتحامه بالتشريح والتجربة، وهم يفعلون هذا عن إيمان بأنه لا روح هناك ولا ذات ولا نفس، وإنما مجموعة مركبات كيميائية وجينات وراثية اسمها الإنسان. وتلك هي خطيئة الحضارة المادية، وواجبنا أن نعرض هذه الحضارة على الفرز. ولقد عشنا مئات السنين عالة على الغرب، ولكننا اليوم نستطيع أن نعطي الغرب ونعطي الشرق، وما أكثر ما يستطيع الإسلام أن يعطي هذا العصر الخرب.